حلبة المنافسة الرئاسية الأمريكية فتحت باكرا على وقع المخاوف الاقتصادية التي تضرب البلاد بسبب الحرب في أوكرانيا، واستطلاعات الرأي الأمريكية بدأت بنشر الأرقام. ما هي حظوظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي سيطلق هذا الشهر حملته الانتخابية وفق الصحف الأمريكية استعدادا للعام 2024؟ تقول الاستطلاعات أن ترامب يتقدم على بايدن بخمس نقاط، مما دفعه إلى إطلاق الحملة الانتخابية باكرا، مستغلا تراجع شعبية بايدن بسبب المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الغاز بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ترامب يأمل بتضييق الخناق على بايدن في هذا التوقيت لرفع أسهمه شعبيا، وهذا الأمر سيحصل عليه بالتأكيد وفق ما أكدته مجلة نيوزويك. ولكن ماذا عن أرقام استطلاعات الرأي للحزب الجمهوري الأولية؟ ترامب يواجه بعض الانتقادات داخل الحزب الجمهوري، ولكنه ما يزال المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري. وأكد الأمر استطلاع للرأي أجرته كلية أميرسون كوليدج وكشفت بأن ترامب تصدر المجموعة الجمهورية وحصل على دعم حوالي 56% من الناخبين الأساسيين داخل الكتلة. هذه الأرقام دفعت بترامب للتباهي على منافسه الرئيسي بايدن، حيث نشر على منصته لوسائل التواصل الاجتماعي تروث سوشيال أن أرقامه التي أظهرتها استطلاعات الرأي تضرب الجميع وتعتبر أرقاما مبشرة وقياسية.